طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، وصوموا وتفطروا على خير. اليوم الجمعة 8 مايو 2020، و المشرفين بتوع الباحثين السودانيين دي لأخواننا، يعني جنود زي ما بيقولوا شغالين في الخفاء، معظم الناس ما بيعرفوهم، من حقكم انتوا كأعضاء انه تعرفوهم، من حقهم هم كمشرفين انهم يكونوا معروفين بالنسبة للناس. يعني انا الاحتمال الاكثر وجهي ظهورا في الباحثين السودانيين، والناس بتعرفني وكده، لكن ما بتعرف باقي الشباب. شباب علماء ما شاء الله عليهم، وعندهم الكثير لانه يقدموه للوطن. معاي هنا هسه حاليا في اللايف ده دكتور محمد الحاج، ومعاي برضو الاستاذ ايناس السر. الاثنين هيقدموا نفسهم، ونتمنى انه كمان باقي الباحثين، باقي المشرفين على المجموعه اللي هم عددهم اكثر من 35 مشرف ومشرفه، يجوا داخلين لنا هنا ده. فنبدا اللقاء بتاعنا، هو لقاء بتاع تعارف بس. الناس يا اخوانا المفروض تعرف الناس دي وتعرف المشاريع الشغالين فيها، وصلوا فيها وين، ولا بتاع بيكون احتمال كل واحد منهم ظهر بطريقه او باخرى، لكن ما اعتقد انهم وصلوا للناس بالصوره المفروض انه يوصلوها يعني. فنرحب بيه. تفضل محمد الحاج، عرف نفسك. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك عليكم جميعا. أنا محمد الحاج، مهندس ميكاترونكس. تخرجت سنة 2012 جامعة نوتنغهام، تخصص الهندسة الميكاترونكس، و بعدها عملت الماجستير في الجامعة الوطنية الماليزية سنة 2014، تخصص الطاقة المتجددة. ومن 2015 ل 2019 كنت في قطر، وما زلت في قطر. كنت بحضر الدكتوراه في تخصص الطاقة المستدامة، الطاقة الشمسية الحرارية بالذات. والحمد لله خلصت السنة اللي فاتت 2019، وحاليا شغال كمهندس لمشاريع الطاقة المتجددة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، اللي هي موازية لوزارة الكهرباء والمياه. يعني مجالات اهتماماتي في الأساس الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية. والحمد لله في فترة البحث حق الدكتوراه كان عندي أبحاث كثيرة، وقدمت عدة مؤتمرات، وكان عندي عدة مشاركات في عبر البحث بتاعي. وعندي أيضا مبادرة متخصصة بالتوعية والتثقيف في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا بالذات، اسمها Clean Energy for Africa. لديها موقع مستقل، وصفحة فيسبوك، وقناة يوتيوب، وصفحة في لينكدين أيضا. فده المشروع حقي، التوعوي الخاص بالطاقة المتجددة. في الباحثين السودانيين أنا مسؤول عن مشروع المجلة، ده المشروع الرئيسي المسؤول عنه. بشارك في بعض المشاريع التانية زي موضوع الإعلانات المدفوعة. طيب، أعتقد كده كفاية، ممكن أبديت عن المشاريع نخليها لوقت تاني. تمام، ممتاز جدا جدا، تشرفنا دكتور محمد. دكتور محمد يا اخوانا برضه عشان اديكم هنا، يعني تقريبا اصغر واحد فينا نحن في الشباب من حمله الدكتوراه، يعني خلص الدكتوراه ما شاء الله عمره 28 سنه، وده انجاز اعتقد كبير جدا جدا ما شاء الله عليه. يعني معانا برضه استاذ ايناس، ايناس السر، وايناس يعني الايام دي بتحتفل بمشروع انجز حديثا. ممكن تعرفي نفسك يا ايناس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله بخير، وربنا يتقبل منكم إن شاء الله الصيام والقيام. أنا إيناس السير مبارك، ودرست جامعة الخرطوم، تخرجت 2011 كلية العلوم قسم الزولوجي، وعملت ماجستير في جامعة سلطان قابوس في الانفيرومنتال ساينس، وخلصت لي السنة اللي فاتت يعني. وحاليا يعني كان أجمل حاجة حصلت لي إني جزء من الباحثين السودانيين، والحمد لله دشنا المرشد إلى المنح الدراسية قبل يومين، يوم 5/5 يعني. وأنتم كلكم يعني الحمد لله في قبول وفي حاجات جميلة. يعني أنا
فرحت شديد انه الناس ما شاء الله عملت داونلود بالكم الجميل ده، وان شاء الله عندنا انجازات ثانيه وحاجات وافكار، وفي مؤتمر ان شاء الله، كل الحاجات اللي ممكن اقولها عني حاليا. شكرا لكم. الله يديك العافية أستاذة إيناس، يعني صراحة كده الواحد سعيد بك جدا إنك جزء من الكرو بتاع المشرفين، وزميلتك برضو رانيا كان نفسها إنها تكون موجودة هنا ده، لكن إن شاء الله تجي في لقاءات قادمة. يعني اللقاء ده زي ما قلنا أخوانا لقاء عفوي، يعني ما حاجة مرتب لها لفترة طويلة، قررناه الصباح الليلة قلنا يستفيد منه الناس تعرف المشرفين، وفي أساتذة وأستاذات كانوا يفترض إنه ينضموا لنا لكن الوقت طبعا ما معهم ما كويس. معانا برضو آخر مشرف انضم لنا من الشباب اليافعين، باشمهندس محمد محجوب. محمد يا ريت تعرف عن نفسك. طيب الصوت واضح؟ واضح هاي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. ما أعرف أنا أصغر واحد في المشرفين ولا، لكن سعيد جدا بانضمامي صراحة لمؤسسة الباحثين السودانيين. اسمي محمد محجوب، ما زلت طالب في كلية الهندسة جامعة الإمام المهدي المستوى الرابع، مهتم بمجال الاختراعات والابتكارات. عملنا كم من اختراع كده وحصلنا براءة اختراع، ويعني نشط في المجال ده بحيث انه قاعد انمي او انشر ثقافة الابتكار في المجتمع، في المدارس، في المحاضرات، بساعد الناس الشباب في الابتكار وكده. بعد ذاك عضو في بعض المبادرات التطوعية والمبادرات تحت المجتمع، يعني في منظمات برضه قاعد أتطوع فيها، بحيث يعني ده جزء مننا نحن كشباب إنه نخدم المجتمع في المجال ده. وبديت عملية كم أوراق علمية، يعني ما زلت طالب مبتدئ لكن متحمس علميا وعندي الشغف العلمي، بحيث أنا يعني صغير لكن ممكن أنجز حاجات مرة، يعني واحد يفخر بها هذا جدا. إن شاء الله في مقبل الأيام في مشروعات كويسة كده في الاختراع في مجموعة الباحثين السودانيين، وتفيد الناس اللي عندهم شغف في الاختراع لكن ما قادرين يكون الناس المناسبين أو يكون الناس المختصين في الحتة دي. إن شاء الله نبشركم إن شاء الله الأيام المقبلة إنه حتكون في يعني حياة سمحة شديد، حتشرفكم وحتشرف الناس الدايرين في المجال. شكرا جزيلا، احنا سعيدين بك جدا، ويعني بنحاول انه يكون دائما في المجموعه بتاعت المشرفين يكون في ناس يعني سينيورز عندهم خبره طويله جدا، عشان معانا اللي نقول على ست الكل بروفيسور سعاد صادق بدري، وهي بروفيسور برضو بتاعت يعني طاقه وكده موجوده في كندا، وبروفيسور سعاد يعني تعتبر امنا الروحيه، وهي يعني بترشدنا دائما تودينا في اتجاهات يعني بتكون كويسه حسب خبرتها الطويله في التدريس في الجامعات والبحث العلمي والمنح الدراسيه والى اخره. فبروفيسور سعاد ما اعتذرت ما موجوده، لكن وجود مثلا طالب محمد محجوب وعندنا طالب ثاني محمد بابكر تكون مع في نفس المجموعه الاشرافيه بتاعت الاداره بتاعت المجموعه في نفس الحته، ده بيدي فرصه كبيره للشباب انه يكونوا ياخذوا فيرست هاند experience، يعني دي حته مهمه جدا بالنسبه لنا، لانه الناس ما حتكون قاعده كده الى الابد، يعني الناس اللي قاعدين هسه شغالين ديل بكره بعد بكره لازم يباصوا الرايه للناس اللي بعدهم، ودي حته مهمه جدا لاستمراريه وحياه المجموعات البحثيه والعلميه ان شاء الله في السودان. معانا برضو جانا داخل باشمهندس انس محمد عبد الرؤوف. انس يا ريت لو شغلت الكاميرا وعرفت نفسك للمجموعه. بس
انا اخذ برضو ان شاء الله اسئله بعدين من الناس اللي بيكونوا متابعين وكذا في المجموعه عشان يعرفوا. ونحن اخواننا المساله بتاعت الاشراف على المجموعه، الفريق بتاع العمل فريق متطوع كله. المجموعه يا اخواننا عمرها 10 سنوات، لسه داخلين في السنه ال 11، وخلال ال 11 سنه دي الناس عملت يعني شغل كبير جدا جدا جدا، يشكروا عليه. انا هل رجع الصوت ولا لا؟ تمام. فاسي هنقوم نعمل شو؟ هاي هون ده انس وصل. الحمد لله على السلامة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انس الشاب النحلة النشيط ما شاء الله، الله يديك الصحة والعافية. الله يسلمك. في مجموعة بتاعت ناس بتشاهد عبر الفيسبوك لايف في المجموعة، فعرف نفسك للناس. اوكي، طيب انا انس محمد عبد الرؤوف، مهندس بتاع ميكاترونكس. اتخرجت سنة 2017 وانضميت لمجموعة الباحثين السودانيين ممكن من 2012. كنت عضو عادي في المجموعة لحد ما شاءت الأقدار والصدف إنه ألتقي بدكتور أنور في السودان 2016، وكان اشتغلنا تيدكس مع بعض. وبعديها فتح التسجيل للمشرفين في المجموعة وقدمت زيي وزي أي واحد، فبعد ذاك تم قبولي من مشرف لحد ما بقيت آدمين، لحد ما هسي بقيت من الناس المساهمين أو المشاركين في مشاريع تبع مجموعة الباحثين السودانيين. فكنت لما كنت في السودان كنت مسؤول من ملف العلاقات، و أي اتفاقية بتتم بين مجموعة الباحثين السودانيين وبين أي جهة تانية، إذا كان مركز تدريب أو إذا كان مؤسسة تعليمية أو إذا كان أفراد، برضو السيمينارات والورش اللي كانت بتقوم في السودان. ممكن مع مهندس سارة سيد أحمد كان لأكثر من 3 شهور بننظم الـ preparation course for IELTS، ومن ضمن الناس اللي كان بيجوا بيحضروا، يعني اللي بعرفه إن أنا أكثر من 10 كانوا بيجوا بيحضروا مراجعة وبعديها امتحنوا جابوا السكور اللي عاوزينه، وهسي حاليا منتشرين في أنحاء العالم زي ما بيقول. عندنا واحد في روسيا، عندنا 2 في ألمانيا، عندنا 3 في بريطانيا، واحد في كندا، فمنتشرين يعني ومتواصلين معاهم. كل فترة بيدخلوا بيسلموا علينا وبيشكرونا على الحاجة اللي احنا قدمناها لهم. حاليا نحن أدمن بتاع الباحثين السودانيين عندنا مشاريع كثيرة. ممكن أي واحد لما ينضم جديد بنوريه المشاريع شنو اللي حاليا شغالة واللي هو ممكن ينضم ليها. ف يمكن اليوم الثلاثاء اللي فات كان التدشين بتاع الدليل بتاع المنحة الدراسية، وإن شاء الله في مشاريع كثيرة جاية في الطريق، وإن شاء الله بعد ما الأزمة والجائحة بتاعت كورونا تخلص إن شاء الله كلها تشوف النور. تفضل يا دكتور. يا دكتور أيوة، انضم لنا برضو تامر سليمان، هو من اساطيل الاي تي اللي بعرفه ان السودانيين على مستوى العالم. يعني زول بيعمل دكتوراه في جامعه جونز هوبكنز، من الناس الفعل الناس ممكن تتعلم منه كثير جدا. تامر يا ريت لو عرفت نفسك، شغل لنا الكاميرا كده عشان نشوف طلتك البهيه. رمضان كريم. ما قاعد يتكلم، ممكن يعمل ميوت للمايك عشان العزابة دي. السلام عليكم، كيف الأخبار؟ سامعني؟ أي مسموع لكن ما شايفين صورتك يا تامر.
بس دقيقة ادوني بس فرصة كده. أنا تمام، ما في مشكلة. تامر يا اخواننا من المؤسسين المشاركين لمجموعة الباحثين السودانيين، ولما كانت أسس الوقت ذاك المجموعة كان هو في أمريكا ونحن في كوريا. ف اتس كوايت جيرني المجموعة دي يا اخواننا من بدايتها لحد أسي، يعني شوف الكمية بتاعت التطور للشباب. يعني تخيل تكون بتعرف لك زول هو طالب، وبعد شوية لحد ما يقوم يعمل بوست دوك ويجي يشتغل اسيستنت بروفيسور، وبعد شويه يبقى اسوشيت بروفيسور. ده كل التطور ده بنشوفه نحن بصوره كده اورجانيك وجميله جدا جدا. الواضح يا اخواننا واحد من اهداف اللقاء بتاعنا ده انه الناس يعني يحصل بروموشن كويس للادمنز، لانهم ما معروفين، ما بوبيولر بالنسبه للناس. ونحن مجموعتنا بتاع الباحثين السودانيين اصلا واحده من اهدافها انها الترويج للباحثين والبحوث بتاعتهم. يعني الهدف الاساسي كان بدينا به اللي هو انشاء فهرس يضم كل الباحثين السودانيين وبحوثهم، لانه المشكله وحل المشكله دائما موجود عندنا، احنا ما محتاجين نمشي نفتش لحلول برا، الحلول يفترض انها موجوده عندنا وبنقدر نستلهمها ونبتكرها وفقا لواقعنا المحلي يعني. وفي المجال ده في كميه بتاعت علماء سودانيين بيكونوا شغالين في مجال الابروبريت ريسيرش والابروبريت تكنولوجيز، بما يتناسب مع الحاجه المحليه، الحلول اللي بتكون مستورده ولا جايه من بره ولا حتى البحوث اللي ممكن نمشي نعملها نحن لما نمشي للدراسات العليا قد لا تتناسب مع بيئتنا المحليه، لكن انت بحكم انك سوداني وكده بتقدر تعرف يعني الحلول المطلوبه شنو لمشاكلك. ف نعم. طيب هنا في سؤال من رفعت بيقول انه هل تم انجاز شيء على ارض واقعنا السوداني طيله العشر سنوات السابقه؟ اما زالت بحوثكم قيد الرفوف والدواكر ولا حاجه زي دي؟ الدواكر دي جمع ذاكره يعني يو اس بي فلاش وكده. والله رفعت حنرد عليك ان شاء الله رد يعني شامل وكافي ووافي ان شاء الله. في حاجات كثيره انجزت على ارض الواقع، وكون اننا لسه حاليا المجموعه اللي بتضم يعني طلاب من الفاشر، طلاب من نياله ومن البحر الاحمر ومن كسلة ومن كده، كلنا في مكان واحد بامكان الطالب يكون عنده اكسس للبحوث العلميه والباحثين السودانيين وكل المنتوج العلمي بتاعهم عبر مجموعه واحده. ده اعتقد انه لو يعني قدرنا الامور بصوره كويسه ده من الانجازات الضخمه جدا جدا. يعني احنا بنتحدى بعض مرات انه في مؤسسات على مستوى الدوله يعني ما بيكون عندها الاكسس للناس للطلاب والديناميزم، يعني الديناميكيه اللي بتحصل داخل المجموعه والعلاقات الواحد لواحد وواحد لناس كتار وناس كتار لناس كتار. اسي لو بتلاحظوا الايام دي في كميه بتاع الدورات شغاله، مثلا زي دوره مهارات وفن ادخال التحليل الاحصائي في البحوث العلميه، دي هتبدا بكره. الدورة بتاعت اللي هو الإدارة الاحترافية المخاطر، الدورة بتاعت البي ام بي الشغالة حاليا، وقبلها كمية بتاعت محاضرات. يعني احنا حنستعرض معاكم ملف بعد شوية، الملف ده الملف اللي بنكون دايرين كل زول دخل المجموعة يكون عارفه. الملف ده فيه المشرفين الأسي والمؤهلات بتاعتهم شنو، ومهامهم داخل المجموعة شنو، واهتماماتهم البحثية شنو، ووين ممكن تلقى عنه معلومات اكثر. فيه برضه كل المجموعات الفرعيه المتفرعه من مجموعه الباحثين السودانيين، والمجموعات دي يا اخوان اكثر من 40 مجموعه، يعني ما شويه، اللي هي بتنقسم لمجموعات بتاعت منح، ومجموعات بتاعت لغات، ومجموعات بتاعت سبيشال انترست جروبس، يعني الناس المهتمين بالطاقه عندهم جروب، الناس المهتمين بالكمبيوتر ساينس عندهم جروب، المهتمين بالصيدله عندهم جروب. كل جروب من الجروبات دي المشرفين بتوعونه ناس خبراء في المجال، يعني من الباحثين الاكومبلشد. فانت بتكون هنا ده عندك اكسس عبر المجموعه الرئيسيه، وعندك اكسس عبر المجموعات المتخصصه الفرعيه. نحن بنفتكر انه يفترض على الاقل المجموعات الناس الموجودين في المجموعه الكبيره مفترض انه يكونوا موجودين في مجموعتين، المجموعه الكبيره دي اللي بتضمنا كلنا، والمجموعه الثانيه اللي بتضم ناسك في مجال بحثك، لانه في حاجات ما بتقدر تناقشها مع كل الناس، تناقشها مع الناس اللي في مجالك بس يعني. فهنستعرض الملف ده وهنوري المشاريع. احنا عندنا مشاريع يا اخواننا ضخمه جدا جدا شغاله، والميزانيه بتاعتنا كلها بندفعها من جيوبنا، يعني لحد هسه ما في اي نوع بتاع تمويل بالنسبه للمجموعه ولا المشاريع بتاعتها ولا كده. كل المجال اللي احنا شغالين فيه انا داير اعرف دكتور اميمه دي شايفه صاحيه، لكن
خلونا نرسل لها الدعوة عشان تلاقينا داخلة يا أخي. فتامر هل جهزت ولا لسه؟ تامر؟ السلام عليكم. انا بظبط بس الكاميرا لانه انا عندي الكاميرا انا بركبها اللابتوب مع الـ مع الاكسترنال مونيتور. طبعا الناس بتوع سايبر سكيورتي الكاميرا دي خافوا منها عديد. ولا ما سامعين؟ لا سامعين الصوت ما شايفينك. اوكي انا عملت الفيديو ما اعرف شغال ولا ما شغال. لسه ما ظهر لنا. والله لو ملاحظين برضو يا اخواننا الناس المتابعين عبر الفيسبوك شايفين الوجوه دي، وجوه كلها شابه، يعني دي واحده من الحاجات احنا حريصين عليها جدا انه يكون يعني القياده دائما يكونوا شباب، يعني احتمال احنا انا هسه اكبر زول في الناس القاعدين ديل، باقي كلهم شباب صغار حلوين زي العسل و ديل المستقبل، يعني عشان برضو ما نكون بنتكلم ان احنا كلام نظري انشائي في وسائل الاعلام وكذا انه والله يا اخي الشباب ومش الشباب وبتاع، وما يكون عندهم الكنترول، ما يكونوا امباورد حقيقي في الديسيجن ميكنج، في انهم يعملوا الحاجات ويقودوا المبادرات، وانه من حقهم انهم يغلطوا ويعملوا، لانه الخبره بتجي بالتجربه. يعني ليه لما تقدر تقدم لك شغل ولا بتاع وانت خريج جديد بيقوم يقول لك يا اخي والله لا دارين خبره 3 سنوات، خبره 3 سنوات حجيبها من وين لو ما اديتوني فرصه انه يعني اخذ الخبره؟ آه هلا باشمهندس. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عليكم السلام والرحمة. الحمد لله. عرف نفسك للمجموعة والناس المتابعين في المجموعة في الفيسبوك. كيف الناس المتابعين كلهم؟ مرحب بكم. كيف أخباركم؟ وأنا سعيد بكم. أنا ما أعرف أسري ده الطول بتاع الناس اللي عارفوا ولا بالفترة. أيوة عرف نفسك للمجموعة، يعني بنعرف نحن المشرفين. طيب. يعني الدراسة بتاعتهم وإلى آخره. أنا تامر سليمان و صوتك بعيد شوية بس بيتهيألي مش كده؟ نعم؟ بعيدة بعيد شوية. قرب شنبك للمايك يا تامر. لأنه أنا شغال بالإكسترنال كاميرا وما أعرف. أوكي بس علي صوتك. أنا مو أنا إلا أجيب الإكسترنال مايك وكده. كده كيف الصوت كويس؟ إذا أتكلم أتكلم ما في مشكلة. طيب أنا تامر سليمان وسعيد بلقاء كل المتابعين لمجموعة الباحثين السودانيين. طيب حاليا أنا موجود طبعا أعمل في الكويت كمهندس أنظمة وأمن معلومات في شركة أمريكية، وطبعا مبالغ كنت في أمريكا لفترة فوق ال 12 سنة في الدركتة، وعملت في كثير من الشركات الأمريكية في مجالات أمن المعلومات، الكلاود كومبيوتينج، البيج داتا، الفيرتشواليزيشن. فقبل كده أنا لما كنت في السودان درست في جامعة السودان لهندسة الكهرباء، وحضرت الماستر في جونز هوبكنز، وطبعا من الناس المشاركين الأساسيين في مجموعة الباحثين السودانيين من البداية، وشاركت في الكثير من المبادرات السودانية عبر من خلف الكواليس ومن أمام الكواليس، من قريبا تيدكس خرطوم، تيدكس يونيفرسيتي اوف السودان، تيدكس يونيفرسيتي اوف خرطوم، نفير. طبعا كنا نحن موجودين في نفير في المبنى بتاع نفير في وسط الناس في كل الحياة. طبعاً آخر حاجة طبعاً قمنا بإنه تنظيم سايبر أولمبيكس، مؤسسة أول سايبر أولمبيكس في السودان برعاية تريد مايكرو. يعني في مبادرات كثيرة يعني نحن شاركنا، يعني ما الزمن ممكن ما يكفي إنه يحصر كل المبادرات اللي نحن شاركنا فيها يعني، لكن تقريباً في دوكيمنت موجودة في جروب الباحثين السودانيين بتوري كل المشاركات بتاعتنا والهيستوري بتاعنا والحاجات اللي احنا كنا شاركنا فيها. فأنا سعيد تاني بإلغاء المشرفين والناس الموجودين تقريبا حاليا بحضر في اللايف، ويعني مرحب بكم وأتمنى أقدر أساعد يعني بالقدر عليه.
الله يخليك، يديك الصحة والعافية. ده الهدف أصلا من اللقاء، إنه الناس تعرفكم وتعرف كيف إنه ممكن تستفيد منكم وتنحل من يا إخوانا. يعني احنا بنتشرف جدا جدا بانه الشباب الموجودين في الاشراف ديل متطوعين مقتطعين من زمان وكده، يعني بيعملوا بحوث في افضل الجامعات. يعني جامعه جونز هوبكنز دي بعد الجائحه بتاعت كورونا دي كل الناس بقت تعريفها، لان هي الحته اللي بترسم السياسات بتاعت العلاج وكده من امريكا، وكل الناس بتعمل ريفرنسنج لها. عندك برضو انت اللي هو المبادره بتاعت اللي هو الجيت هاب، ممكن برضو تدي اضاءه عنها سريعه. اعمل ميوت لنفسك. طيب بالنسبه للجيت هاب، عملت انا ريبوزيتوري في الجيت هاب، فيها حاولت انه اجمع كل البيانات من وزاره الصحه الاتحاديه ومن جونز هوبكنز ومن بعض المصادر بتاعت المعلومات اللي لها علاقه بالكورونا فيروس اول ما بدا الوباء تقريبا في السودان، وحاولنا نعمل تقريبا انتراكتيف مابس اللي هي خريطه تفاعليه وتوضح عدد الحالات في كل ولايه وعدد الحالات في السودان والناس اللي اختبارها منها، وتقدر تحدد منها ومين تعمل منها فوركاستنج او تعمل منها تنبؤ بانتشار الوباء. في طبعا مشروع بتاع انه والله انا احاول انه اجمع المعلومات الصحيه عن السودان، لانه في مشكله كبيره في توفر المعلومات في السودان عن طريق المواقع الحكومية بصورة عامة، اللي هي مثلا عدد المستشفيات الموجودة في السودان، الموجودة في الخرطوم، عدد المستشفيات الموجودة مثلا في الولايات، مقابل المستشفيات الموجودة في الخرطوم، أي مدينة هي بتحتاج ريسورسز أكثر أو يعني مساعد اكثر عشان تساعد الناس لو الوباء ده مثلا انتشر فيها اكثر من الخرطوم. يعني الملاحظ انه هذا التركز المستشفيات بصوره كبيره طبعا في الخرطوم، وقله المستشفيات التخصصيه وتقريبا الاجهزه والحاجات زي دي موجوده في الولايات الطرفيه. فالبيانات دي مهمه حتى بتساعد الشخص اللي بيكون عنده قرار في انه والله يحدد، والله يا اخي انا الناس دي يعني انا ممكن انا محتاج شنو في الولايه دي مثلا، لو حصلت مشكله لو حصل وباء لو حصل كده، من غير انه انا عارف المعلومات دي حيكون من الصعب يعني انه الواحد ياخذ قرار انه والله المساعدات دي حتمشي وين. احنا حتى لو في مبادرات تطوعيه عاوزين نساعد الناس، يعني ما حيقدروا يحددوا والله وين احنا الحاجات دي تمشي اكثر، يعني لانه البيانات صعب انه الواحد يتحصل عليها او الواحد يقدر يجمعها او الواحد يقدر يعني يعرض بصورة انه والله تدي الانسان الفرصه انه يعني ياخذ القرارات الحاجه دي. فالجيت هاب ريبوزيتوري موجوده فيها البيانات دي او بدايه لانه عمل المشروع ده بتاع انه تجميع البيانات، وحيكون برضه جزء فيها الفوركاستنج اللي هو التنبؤ. والجيت هاب اسمها سودان كوفيد 19، ممكن الواحد يعمل سيرش في الجيت هاب دوت كوم ويكتب سودان كوفيد 19 ويلقى كل البيانات اللي نحن قدرنا نلمها. وده مشروع كبير يعني محتاج طبعا مساعدة كل الناس فيه، يعني انا ما بقدر انا اشرحه في ممكن نعمل له لايف يكون خاص به، وعلى اساس انه الناس تفهم المشروع شنو السكوب بتاعه والمطلوب من الناس يساعدوا في شنو. يعني ده مشروع يعني قومي على مستوى البلد كلها، مش كده؟ تمام. انا هسه هقوم اعمل شنو يا شباب؟ هقوم اعمل سكرين شير، والسكرين شير ده هنمشي فيه من المجموعة الرئيسية بتاعت الباحثين السودانيين للملف الممكن الناس تعرف فيه المجموعة والمجموعات الفرعية وإلى آخره. تمام؟ الشير. تمام. أنا أسي جيت داخل الفيسبوك، دخلت مجموعة الباحثين السودانيين اللي هو هنا شايفين العنوان sudanese-research.net، ده العنوان بتاعنا. بالنسبه للناس المتابعين السي دي لايف يكونوا عارفين يا اخوانا انه هسه حاليا في اثناء ما نتكلم في 5555 بوست مستنين، يعني المشرفين يشتغلوا فيهم، وفي 282 شخص واقفين في الصف دار يخشوا المجموعه. المجموعه يا اخوانا عندها بيج، ده الجروب بتاعنا، وعندها بيج اسمها سودانيز ريسيرش فاونديشن،
بالعربي والإنجليزي، وفي مفارقة كبيرة جدا بين عدد الأعضاء في المجموعة وبين الصفحة. المجموعة هنا فيها زي 573 ألف أو 574 ألف تقريبا، والصفحة فيها أقل من 20 ألف، يعني مفارقة كبيرة جدا. طيب احنا عشان ما ناخذ زمن كثير جدا، اللايف بتاعنا ده مدته ساعه بتاع التعرف على الناس، دايرين نوديكم هنا، ده لو شفتوا في الديسكريبشن اللي هو هنا ده الشرح بتاع المجموعه، بتلقوا شارك في القائمه البريديه. القائمه البريديه دي لسه ما اشتغل المشروع ده، لكن لما يشتغل اي حاجه ثانيه لها علاقه بالاتصال مع الاعضاء هنحاول نرسلها لهم عبر الايميل بتاعهم، لانه الايميل دي واحده من التولز الاساسيه في البحث العلمي. هنا في ملف اسمه ملف المجموعات الفرعيه، داير الناس ينتبه له جدا وتعرفه، لانه ده الملف الفيو بتقدر تعرف المجموعة كلها فيها شنو. تمام؟ لو ضغطنا في الملف ده بيودينا لملف في جوجل دوكيمنتس اسمه اس ار اف جروبس، يعني المجموعات بتاعت الباحثين السودانيين. تمام؟ الملف ده بنلقى فيه انه مرحبا بالجميع، الوثيقة تعتبر دليلا لمجموعة الباحثين السودانيين وكل المجموعات الفرعية المتخصصة ومجموعات المنح الدراسية. يحتوي هذا الملف على المجموعات الفرعيه كده. نرجو متابعه الملف باستمرار. نحث جميع الاعضاء والاعضاء المحتملين على معرفه قوانين المجموعه وسياسات النشر والارشادات المتاحه عبر هذه الروابط. الروابط هي شنو؟ الرابط نمره واحد سياسات لوائح قوانين مجموعه الباحثين السودانيين. القوانين دي يا اخواننا تمت عبر اجتماعات بتاعت ادمنز، يعني زمن طويل جدا جدا. كل مره بنعمل ورشه بتاعت عمل وبنعيد النظر فيها، وعندنا الجروب بتاع المشرفين نفسهم، ده جروب يعني مخفي، بيكون فيه نقاشات دائما حول تطوير سياسات النشر. يعني احنا اخوان مجموعه الباحثين السودانيين دي ليست مجرد مجموعه فيسبوك، اكثر من كده بكثير جدا، ده مشروع ضخم جدا جدا، فيه يمكن قريب 28 مشروع ماشيين بالتوازي. هنا ده في بوست مهم جدا عمله اللي هو هشام موسى عن نصائح تخص جوده منشورك. المنشورات اللي بتنزل يا شباب في كثير من الاحيان بتلقى المنشور يعني معمول بالطريقه بتاعت وصف لي. احنا بنقول انه وصف لي مجموعه ما كويسه، لكن بنقول ان عندها سكوب، بتوصف لك محل، بتوصف لك معارف خدمه، بتوصف لك اسم شنو، اللهم صل على سيدنا محمد، منتج ولا كده. هنا في البحث العلمي انت دار توري الناس انت منو، وانا اسمي نور فتح الرحمن احمد دفع الله، انا استاذ مساعد بتاع علوم حاسب الي، حاليا استاذ جامعي هنا في قطر، ومجال البحث بتاعي هو التنقيب في البيانات امن المعلومات والخصوصيه. انا داير اسال هل في زول عمل بحث في برايفسي بريزرفنج داتا مايننج؟ ده كده اركان الاركان بتاعت البوست بتاعتي اكتملت، لكن ما ممكن اجي داخل ما اوري زول انا منو ولا بتاع، واقوم اخذ لي صوره ما عندها علاقه بالموضوع، وافتكر انه والله يا اخي الناس دي ما مروا البوست بتاعي. تمام؟ فهنا الملف ده فيه يا شباب مشرفو المجموعه ومؤهلاتهم العلميه واهتماماتهم البحثيه. هنا بتلقوا كل مشرف من المشرفين ديل عنده يعني صفحه خاصه به، او يعني في التيبل هنا ده بتلقوا مثلا فلان الفلاني ده تامر بوش سليمان موجود معنا هنا، ده بكالوريوس جامعه السودان علوم والتكنولوجيا كليه الهندسه كهربائيه، ماستر جامعه جونز هوبكنز في الولايات المتحده الامريكيه، الدكتوراه حاليا بيعمل دكتوراه في جامعه جونز هوبكنز كهندسه الحاسوب، احد المؤسسين لمجموعه الباحثين السودانيين في 2009 من المساهمين والفاعلين والى اخره. يعني لما تيجي تشوف بتلقى انه اي حاجه انت دايرة عن مشرف دار تعرف المجالات، دار تعرف منو الزول اللي تمشي له وتساله. دي ساره عادل سيد احمد عملت البكالوريوس بتاعها في البروسيس انجينيرنج من جامعه جي سي يو في اسكتلندا، وعملت بوست جراد انفايرمنتال بروجكت مانجمنت في تورنتو في كندا، وعندها ماجستير بتاع هندسه مدنيه. ساره دي نفسها احرزت في الايلتس 9 من 9، قفلت المجموع وعملت بعد ذاك فيديوهات عشان تساعد الناس، واسي عندها مشروع بتاع الارشاد في الاعضاء بتوع الباحثين السودانيين. بتنزل بتلقى كل زول من الناس ديل مجاله شنو، وممكن تستفيد منه شنو، هو موجود فيها مجموعه. دي حته مهمه جدا عشان ما تكون لا في صينيه انت ما عارف منو ممكن يساعدك ومنو ما ممكن يساعدك. بعد مرات بتسال زول بيرد عليك عضو بيكون ما عنده الخبره الكافيه عشان يرد عليك. فدي واحده من المشاكل بتاعتنا اللي احنا حاليا موجودين فيها. في دكتوره اميمه، خالد الشبيه خضر، دكتور ابراهيم موسى برضه من الاعضاء المؤسسين للمجموعه.
فهنا ده الملف ده وهو اكسسبل لكل زول. بتلقوا هنا مثلا في ناس موجوده معنا هنا، عرفت نفسها قبل شويه، هانم، محمد خليل، محمد الحاج، دكتوره دينا عبد الله، دكتور المعز عبد الرؤوف، دكتور احمد الحاج، راني فضل الله، احمد محجوب، يعني كل الناس. يلا هنا بنلقى شنو؟ البرامج والانشطه بتاعتنا. يعني كل موضوع احنا عاملينه كمشروع قائم بذاته. يعني القائمه البريديه دي ده مشروع قائم بذاته. السيمينارات بتاع الباحثين السودان هنا بنلقى منه من الزول المسؤول من المشروع ده. يعني لو انا داير اي حاجه عندها علاقه بالقائمه البريديه بسال انور، داير اسال حاجه لها علاقه بالسيمينارات بسال هشام موسى ولا محمد ولا كده. منصه الباحثين السودانيين في اعتصام القياده العامه ده كان مشروع وفيه لسه كامله بتاعت يوتيوب 112 فيديو، اسال انور. تمام. في بحث كان يتعمل في اعتصام القياده العامه عن اتجاهات وتطلعات المعتصمين حول مستقبل السودان الشباب. استطلاع تم ل 240 شاب وشابه في الاعتصام، من سوار على النفق ومن ناس المتاريس ومن ناس الخدمات والى اخره. منصه التعليم الالكتروني، الورشه بتاعت العمل، دي كل واحده من دين مشروع. ورشه سلسله بحوث الملاريا، سلسله مهارات البحث، المرشد حول امتحان الايلتس، سلسله تحضير دي كلها يا اخواننا كل واحد منهم مشروع، وكل زول وكل مشروع مسؤول منه زول. الشغل ده شغل كبير جدا جدا. يعني ما شغل بتاع صفحه فيسبوك، تفتح الفيسبوك تقول لك كلام وتبقى مارق. المشاريع دي مستمره والباحثين ديل قاعد يقضوا فيها زمن طويل جدا. المشرفين ديل كتر خيرهم وجزاهم الله خير. هنا بنجي للجزء الثاني اللي هو مجموعات المنح الدراسيه. دي كلها مجموعات تابعه للباحثين السودانيين واتعملت اوفر ذا ييرز يعني. تمام؟ بنمشي بنشوف المجموعات بتاعت المنح، وهسه حنضيف لها كمان اللي هو المرشد بصوره كامله يعني في الحته دي. تمام؟ في بعد ذاك المجموعات المهتمه، مثلا في مجموعه هنا عندنا مجموعات يا اخواننا مهمه جدا، مجموعه بتاعت التطوع لزياره المدارس وشرح التخصصات الجامعيه والمهن. دي لو اي زول داير يتطوع ولا بتاع يقوم يتواصل مع الشباب ديل، دكتور مصعب عبد الكريم، قاسم، انتصار، منى حيدر، سمك، ديل كلهم ناس مسؤولين من البتاع دي ونفسهم جدا انه يعني الناس تدعوا منهم. في مجموعه بتاع الدراسات الانسانيه والاقتصاديه، مجموعه الطاقه والاستدامه، مجموعه الباحثين السودانيين في تنميه الشباب، الباحثون في البيطره، مجموعه الصيدله، الباحثون في الصيدله. دي كلها يا اخواننا مجموعات يعني لو انت متخصص في مجال بتكون داير تكون موجود، حتى من ناحيه بتاعت كارير ونتوركينج تقدر تتواصل مع الناس. فده الملف يا شباب احنا دايرين الناس كلها تكون مطلعه عليه. فيه اولا شنو ده المجموعات، وفيها المشرفين، وفيها التفاصيل كلها بتكون محتاجه. انضم لنا دكتور احمد الجاك. دكتور احمد الجاك ده اصغر زول انا بعرفه وهو طالب في الجامعه عمل كتاب. عليك الله احمد، يعرف نفسك للشباب ديل برضه من المشرفين. دكتور انور ان شاء الله طيب. الله يسلمك يا علي، صوتك شويه يا احمد. محمد الصوت كده واضح؟ ايوه كده واضح، تفضل. تمام ان شاء الله انتم طيبين ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير. الله يسلمك. انا احمد عادل الحاج الجاك، خريج من كليه الطب جامعه النيلين، وهسي شغال امتياز تبع وزاره الصحه الولائيه ولايه الخرطوم، حاليا في مستشفى بشاير الجامعي. كاتب لكتاب صغير في العلوم العصبيه بعنوان الجاك ليكشر نوتس ان نيوروساينس، للعلوم العصبيه الاساسيه، وفي نفس الوقت بقدم برامج بتاعه نيوروساينس ايفنتس في بعض الجامعات السودانيه. حقيقه لكم العتبه حتى ترضوا، يعني انا فتشت اللايف كده فتره حتى لقيته، في نفس الوقت كنت ناسي وتذكرت هذا، لكن كويس انه تذكرت على الاقل تو جوين يو يعني في الاخر. لكم العتبه برضو انه انا ما مشارك في الجروب كده مشاركه شديده نسبه لكميه بتاعت حاجات وبعض الظروف. فالمهم ان شاء الله منها نحاول انه نشتغل اكثر واكثر. على السيره دي دكتور انور، فجاه كده لقيت نفسي ما ادمن تبع السودانيز ريسيرش انيشيتيف، فاذا ممكن تشوف الحاجه دي. لا جدا، دي بسيطه جدا جدا، دي كان في خلل امني كده حصل فكل الناس تم ازالتهم من الادمن المهام وجرى جين تاني، وده حاجه بنحلها هسه واحنا قاعدين. طيب الجيش الابيض اخوانا، احمد ده من الجيش الابيض اللي قاعد حاليا في السودان شغالين في جائحه كورونا وكده. الله يديكم العافيه ويقويكم ان شاء الله.
اللهم امين، ربنا يديك العافيه ويسلمك ان شاء الله رب العالمين. حقيقه مبسوط جدا بالدليل بتاع المنح النزل، و يعني بشوف انه اضافه جميله جدا. فكنت فتره كده يعني شفت تويتر ل ما بعرف اذا بتعرفوها ولا لا، اسمها وعد حليم، هي هسي بتحضر في ماجستير في السويد، فكانت عندها تجربه وهسي برضو شيرت الدليل ده. فانا اعتقد انه دي بتكون فرصه فيها فرصه كويسه للناس انها تقدر تتعرف على المنح، يعني بالذات مع الضيق، مع الضيق الحاصل الفتره دي، بقت المنافسه عاليه والناس كلها ما شاء الله دايره تقدم وما بتعرف المفروض تعمل شنو، والبيرسونال ستيتمنت والكلام الكثير ده كله كيف يحصل. فدي حق يعني جهدي لطيف جدا، ربنا يديكم عليه العافيه. كتر خيرهم والله يعني استاذ ايناس وفريق العمل بتاعه، عمل جهد عظيم جدا. ايناس يا ريت يعني لو القيت ضوء زياده على الموضوع بتاع المرشد المنح الدراسيه. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف يا أحمد؟ كيف أخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، الله يديك يسلمك العافية. ويبارك فيك. فرصة سعيدة أظن ده أول مرة نتلاقى ونشوف بعض. صحيح، إن شاء الله نتلاقى كلنا على أرض الواقع. بالنسبة للمرشد للمنح الأكاديمية، طبعاً يعني أنا بعتبر إنه بالذات الطلبة إن شاء الله. الله يديك العافية. الطلبة المتخرجين يعني حاليا من الثانوي من البكالوريوس، يعني دي فرصة كويسة نتعرف على الحاجة دي، لأنه إحنا زمننا صراحة تعبنا، يعني تعبنا بالجد. أنا لو كنت بلقى حاجة زي دي يعني من زمان كان حيكون بالنسبة لي حاجة حلوة. الحاجات دي كلها عرفناها بعدين يعني باجتهاد شوية شوية، كل مرة بنعرف حاجة، لكن إنه ألقاها في كتاب واحد أو دليل واحد، دي حاجة عظيمة شديد. فسبحان الله، يمكن احنا ما كان لنا فرصه انه احنا نلقى دليل زي ده، لكن يمكن يعني الله خلانا احنا نسوي الحاجه دي. فسبحان الله، يعني احيانا بتحصل حاجات يعني تخليك انت برضو بتفخر بانك انت شاركت في حاجه زي دي. ومعاك يعني بجد الناس اللي معي كانوا ما قصروا ابدا، بتمنى كانوا يكونوا موجودين الليله، لانه كنت المره اللي فاتت صراحه عايزاهم يتقدموا معي يعني، لكن للاسف يعني ما كان في مجال، انه يعني ما كنت حتى عارفه حركه الزوم دي، ولا كنا جمعناهم يا دكتور انور كلهم كده. فان شاء الله يعني، لكن بجد ناس جميلين رائعين ما قصروا ابدا ابدا. بجد المرشد يا جماعه مهم جدا ومفيد، والحمد لله يعني انا لقيت ناس تواصلوا معي سالوني عن حاجات، يعني حسيت انه في اقبال كويس على الموضوع، والطلب بجد حبوا الحاجه دي. وان شاء الله بجد اتمنى اشوف ناس يمشوا ويجوا يعملوا لنا الاستبيان، يعني انا برضو حراقب الاستبيان واشوف كم زول حيرجع ويقول لنا استفدت عملت شنو كده ان شاء الله. تمام يا دكتور. شوف لا عدد الداونلود للمرشد اكثر من 3. الليلة ما رجعت، قلت حصل 3000 ان شاء الله. حلو، الليلة ما رجعت قلت لك خلينا نشوف لغاية الاسبوع الجاي حيحصل شنو. والله ان شاء الله ربنا يوفق. طيب دايرين نعمل كويك راوند كده يعني بسرعه برضو، دايرين نوضح الحته بتاعت المالتي ديسيبلري يعني والكروس ديسيبلري في الاشراف في المجموعه بتاعت الباحثين السودانيين. يعني انا مهندس على الكمبيوتر احمد الجاك، احمد الجاك تخصصك شنو؟ مرحبا، انا طبيب ومهتم بالعلوم العصبيه وبنفس الوقت اطباء المخ والاعصاب. تمام. احمد الحاج، علوم الطاقه المتجدده. تمام. ايناس، انا مجال البيئه، علوم البيئه. بصراحه عندي فكره يعني انه نعمل جروب خاص للموضوع البيئه ده، كنت بفكر في الموضوع ده وان شاء الله نعمله ويكون حاجه كده يعني حلوه. في ناس كثير انا من البيئه بعرفهم، وان شاء الله كلهم يعني يشاركوا ونشوف حاجه، نعمل حاجه للسودان يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. محمد محجوب، مجالك شنو؟ مهتم بالاختراع بالاختراع والتجديد. لا، مجالك شنو؟ بتقرا شنو حاليا؟ ما سمحتك، قلت لك بتدرس شنو؟ مجال تخصصك بتقراه شنو؟ واهتمامك ده هندسه كيميائيه. هندسه كيميائيه. وتامر،
كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. فدي لسه 6 تخصصات او 5 تخصصات لو قلنا انا وتعمل في نفس المجال. موجودين كلهم في المجموعه بتاعت الاشراف. لو في اي زول اخواننا بتابع اللايف ده من الناس الموجودين وعنده اهتمام باي واحد من مجالاتنا دي، يا ريت يعني يتواصل معنا. في مجموعات فرعيه مختصه بالكمبيوتر مثلا الاي سي تي، في مجموعه ومعنا اللي هو الباشمهندس مصطفى، هسه حاليا بكل اسف ما موجود، لكن هو مشرف على المجموعه ذيك. مصطفى من الناس اللي عملوا شهادات تخصصيه من ارفع الشهادات يعني التخصصيه الموجوده. في اسئله، ان احنا طبعا اخواننا اللقاء بتاعنا ملتزمين بانه يكون ساعه بس، لانه بعد ذاك في ناس عندهم التزامات ثانيه. في اسئله جات، والاسئله دي هنقوم نمر عليها بسرعه. في سؤال جاء، هل أنا احنا عندنا علاقات وشراكات بحثيه مع يعني جهات بحثيه في السودان وكذا؟ اي نعم، في احنا في عدد من المشرفين بتوع الباحثين السودانيين عباره عن اعضاء هيئه التدريس في جامعات سودانيه، يعني في جامعه النيلين، في جامعه الجزيره، في جامعه الخرطوم، في جامعه البحر الاحمر. في ناس مختلفين دول موجودين هناك، وبحكم وجودهم في الاشراف على مجموعه الباحثين السودانيين بيعملوا اللينك المباشر. عندنا اتفاقيات موقعه يعني جسم لجسم، اخوان المجموعه بتاع الباحثين السودانيين مسجله في حتتين، مسجله في السودان كشركه غير ربحيه في مسجل الاعمال، ومسجله في نيوزيلندا برضو كشركه غير ربحيه هناك، على اساس انه احنا في بعض الصعوبات ممكن تلاقينا للحياه الداخليه. وعندنا اتفاقيات يعني مع معاهد بحثيه كثيره جدا جدا، ودائما مفتحين لانه نعمل شراكات، لانه المجتمع كلنا واحد يعني مع بعض. الانشطه شنو؟ في سؤال كان يسال قبل، هل عملتوا حياه في ارض الواقع؟ نعم، عملنا كميه بتاعت ورش عمل في ارض الواقع، كميه بتاعت تريننجز في ارض الواقع. كان التدشين بتاع الدليل الارشادي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في السودان، وهذا كان بالتعاون مع عدد كبير جدا من الجامعات. موجود الملف في PDF، لكن يتوزع منه نسخه ورقيه عباره عن 3000 نسخه. 3000 نسخه اوريدي يتوزعوا في السودان. في انشطه كثيره جدا جدا يعني ماشي، ان احنا نكون دارين الناس يكونوا انجيج معانا. ويا اخواننا معظم الناس بيحق لهم، معظم الناس الباحثين واعضاء التدريس وكذا بيحق لهم انه ينشروا في المجموعه من غير موافقه الادمنز. ففي فورم املوه، وفي بعد ما تملوا الفورم ده بعد كده بتنشروا. يعني احنا ما بيهمنا انه نقعد كل يوم ناخر بوستات زول ولا كذا، بالعكس يعني احنا بيهمنا انه نخدم الناس مباشره يعني. فبس عشان نخدمكم لازم يعني تساعدونا بانه شنو؟ بانه تطلبوا الخدمه دي يعني، ما حاجه بتجي اوتوماتيك يعني. كل الناس ما ممنوعين من النشر الا بعد تتراجع اللي هناك. دخلينا باشمهندس مبارك. مبارك يا ريت بس لو عرفت نفسك سريع كده، لانه الاجتماع حيخلص بعد 7 دقائق بالضبط. مبارك. اهلا يا دكتور. يا ريت لو شغلت الكاميرا برضو عشان طلتك البهيه. حقيقة من برا انا قبل حيت مظلمه كده. اوكي لا بس طيب، ممكن تعرف نفسك بس للمجموعه؟ مبارك الرجل الخفي. تمام والله، معلش جيت متاخر قبل شوي، حاولت افتح لك المرض يفتح معايا البرنامج لحد ما شغلت الفي بي ان. طيب في سؤال اتسال من تيسير حسن، قالت ما عندكم تعاقد مع اي مجله محكمه؟ أن احنا عندنا مجله بتاعتنا يا تيسير هتطلع، والمسؤول منها هو الدكتور محمد الحاج اللي قاعد فوق في الناصيه ده. المجله دي محمد، يا ريت بس لو اديت اضاءه سريعه كده بدقيقتين على المجله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا مشروع المجله العلميه المحكمه، بديت انا في الاعداد للمشروع بعد ما بدوا في مجموعه من المشرفين سابقا في السنه اللي فاتت شهر 8 تقريبا، بدينا وضعنا اطار عام للمجله، قررنا انها تكون مركزه على علوم الهندسه. وبعدين الخطوه الثانيه كانوا نشوف الببلشر او الناشر الانسب، فتواصلنا مع مجموعه من دور النشر العالميه، وبعد عده جولات حق المفاوضات واجتماعات وكذا قررنا انه نتعاقد مع دار نشر جامعه حمد بن خليفه في قطر، واجتمعنا معاهم عده مرات ودونا عرض مبدئي وعرض مالي تفصيلي. فدي يعني ان شاء الله تكون نواه لشراكه دائمه بين
بين المؤسسه وبينهم كدار نشر للمجله. المجله حتكون اوبن اكسس، بمعنى انه كل المقالات اللي فيها تكون مفتوحه متاحه للجميع، حيكون النشر فيها مجاني ان شاء الله. وحاليا احنا شغالين في حاجتين، الحاجه الاولى انه نشوف تمويل لدعم المجله لمده سنتين، والمبلغ اللي هي محتاجين له الان هو حوالي 24 ألف دولار لتغطية تكاليف المجلة لمدة سنتين. وأيضا شغالين في حاجة تانية، وهي إنشاء أو تحديد أعضاء هيئة التحرير في المجلة Editorial Board. فقاعدين نتواصل مع نخبة من الأساتذة والباحثين في مختلف دول العالم اللي عندهم اهتمامات في موضوع الهندسة، خصوصا من منظور الاستدامة. وإن شاء الله بإذن الله، يعني أنا أأمل أنه نقدر نعمل الإطلاق والإعلان الرسمي للـ Call of Papers، يعني لأول إصدار في شهر 9 أو شهر 10 من السنة إن شاء الله. ممتاز جدا جدا. في أخواننا أسئلة كثيرة ردينا عليها في بداية اللايف ده، وممكن الناس ممكن ترجع لها لاحقا تشوفها. القناة بتاعتنا على اليوتيوب فيها يا اخواننا اكثر من 200 محاضرة علمية كانت عملت بشكل لايف، في شكل ورشة عمل، في شكل المؤتمر، والمؤتمر ده واحد من المشاريع الكبيرة بتاعتنا، المفروض ان شاء الله دكتور رومي بتيجي تتكلم عنه في لحظة من اللحظات. لكن من المهم تعرفوا انه المحتوى العلمي بتاعنا الموجود في القناة بتاعت اليوتيوب فيه يا اخواننا استضافة لعلماء حيزير على جائزة نوبل، ودي ما حاجة حصلت، ما بعرف اي مؤسسة تاني في السودان ولا بعرف لأي مجموعة استضافت ناس حايزين علماء حايزين على جائزة نوبل ويتكلموا مع الباحثين السودانيين. كان لقاء زي اللقاء ده عشان يتكلموا مع الباحثين السودانيين، فدي حاجة كبيرة شديد، يعني احنا فخورين بها وكده، لكن محتاجين الناس تستهلك المنتوج العلمي ده، يعني تمشي وتشوف القناة بتاعت اليوتيوب وتعرف الموجود فيها اسمه. القناة دي بلقاها وين؟ تلقاها في الملف اللي ذكرناه سابقا اللي هو الملف بتاع المجموعات الفرعية، كل التفاصيل دي موجودة هناك يا اخواننا، ورجاء الناس ترجع لها. ونحن اللقاء ده كان عفوي، واللقاء حيكون بصوره اسبوعيه ان شاء الله. الادمنز الباقيين انضموا لنا المره الجايه. مبارك بس يا ريت لو تكلمت، لانه انت جيت داخل وما تكلمت، يا ريت. طيب يا شباب السلام عليكم. انا مبارك من الصالح، قريت هندسة إلكترونيات من جامعة المستقبل، وتخرجت 2014. 2015 سافرت الصين بدراسة اللغة الصينية، وبعدها بديت ماجستير في الباور إلكترونيكس، درست هناك مدة سنتين لسه ما كملتها، ولكن طبعا الأحداث الأخيرة دي وقفت الدراسة. إن شاء الله بعد انجلي الوباء ده نرجع تراني بالدراسة. انضميت في 2019، دفعة 2019 انضمينا لمجموعة الباحثين، اشتغلنا على يعني كذا مشروع مع الشباب. هذه فرصة طيبة انه نلاقي الشباب هنا، الواحد يجاوب على الأسئلة ولاقي بقية العقد الفريد يعني. تمام، احنا اخواننا اللقاء ده يعني ما انتهى هنا، ده ولا ده اخر لقاء. في أسئلة موجودة في اللايف في الفيسبوك، المشرفين دين نفسهم يا أخوانا حيجوا يجاوبوا على الأسئلة إن شاء الله المرة الجاية، يعني يجوا هم ويجوا كمان مشرفين إضافيين يتعرفوا عليهم أكثر، لأن الشباب دير يستحقوا أنهم تعرفوهم، يستحقوا أن أخوانا فعلا الناس تقدرهم وتشكرهم على الجهود التطوعية الكبيرة اللي بيعملوها. يعني الأدمن بياخد له زمن طويل جدا جدا، قبل ورينا أنه قلنا حاليا في اللحظة اللي بتكلم فيها دي في 5555 بوست مستنين أنهم يجوا. فنحن حننهي اللقاء به هنا في اللحظة دي، وإن شاء الله نواصل ونكون دائما يا شباب همنا يا هو خدمة المجتمع بتاعنا وخدمة وطننا إن شاء الله، من أجل مجتمع يعني علمي وبحثي فاعل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين. يديك العافية دكتور أنور، شكرا لك. الله يسلمك، يديك العافية.